جنرال ادمرام IGP of Police of South Sudan. Then IGP of Rwanda, whom unfortunately I don't know his name. General Felix. I greet you all the protocols observed. The Bidaya and the Gulekum of Rukidu Kalmutkaraja. وعلى مبروك لكم إلكم طولتوا في تدريب أخذت زمن طويل ولازم إنه نهنيكم بالصبر بتاعكم أنا برضو بشكر وبنهاني المعلمين اللي قاعدوا معاكم في مراكز التدريب و أشكر لهم أن عملوا لكم ومعكم سوا زي شغل اللي بخلي بلد يمشي قدام البوليس في البلد ده لازم يكون قوي ويعرف شغل بتاعه المجرمين بقى كثير والجرائم بقى يتطور للحد القوى النظامية ما بقدر انه يتواصل معهم عشان كده البوليس لازم يشتغل كويس ويمشي قدام يتطلع لقدام عشان انه يقدر انه يستجيب على متطلبات بتاعت الشعب أنا بقول لكم مبروك عشانكم وصلتوا لنهاية التدريب بتاعكم أما الدفعة بيجي وراكم فيكم أدوريهم إنه يعمل شنو وينفورسمنت اوف لو يعني تو بروتكت ذا سيفيليان وممتلكات بتاعهم ممكن بتلقى بيت
دولة بدون جيش لكن ما ممكن تلقى بدون بوليس. ويكم المدراء بتاع الشرطة لازم انهم يشغل عشان انهم to professionalize the police. شغل بتاع البوليس must be professional. و police must be first professional in their duties. أي شغل بتاعهم لازم يكون في كارير بوليس. في بروتكشن بتاع سيفيليانز and their properties. And then there must be good and friendly relations with the civil population. هيا مطلوب من البوليس وزي ما بقولوا البوليس صديق الشعب لازم انه تعملوا شغل بتاع المواطن زي ما كان. البوليس في الوقت الجاية قدامنا ده هيكون عنده شغل كتير. And protection بتاع الممتلكات بتاع المواطن والمواطن بنفسه لازم to be protected. لازم البوليس في الفترة الجاية مفروض انه نحن ماشيين انتخابات. لو جاي انتخابات ازول بكون عنده شغل كثير للبوليس. البوليس must provide security to المواطن. و protection of ballots و protection بتاع صناديق بتاع ballots. لازم منه all of us كلام بتاع انه إذا تمشي تقول كلام براو بمافي أجري من القديم ندم زودا بتقول إنه بنتي في شهر 12 2020 و24 2024
Mamba ee ya wannan garin fogo wa wa an kalam dano loma mahe fil intikhabat loma mahe na fil intikhabat dai hun ci baro wa civilian dar garin makum da عارفين دل سنة بتاعي انتخابات ولازم هيقول كلام بتوم في زمن طويل لقائد مع لقينا دولة اسمه جنوب السودان يبقى الحاجة الباقي ده نحن عشاننا نعمل الشغل بتاع أنا أقول نحن وزنان لمرانا كنا ماشين فوقه جنوب السودان لقينا ولو لقينا جنوب السودان دارينو نادي تاكل شديد كلنا كلنا نشاكل شديد عشانينو ما يكون في غلط أنا بيكلم لهم دائما we must work hard together لذلك يدينا أشعرون في الزم All of us must be going together. لأنهم يقولون
يكون توب بتاعنا واحد وتوب بتاعنا يكون واحد. إيركم عمود شغل كويس في التدريب لازم منه تواصل في شغل ده عشان تكون أنسر بوليس أنا كلامي انتهى. You are all إنكم ما ت ما ت تكون تابعين تام في جميس إنكم already you have completed your training و الناظر قرأ ولقاعد الجامعة will then see what they do they deserve. وأنا أنا بتمنى لكم مستقبل باهر مستقبل كويس ما يكون في مشكلة. أهلا وسهلا. السلام عليكم.